وعليكم السلام. لاباس؟ سلم على الصحابة. السلام كيداير؟ تبارك الله عليك. الرجل الشجاع. نشكروك. السلام عليكم. السلام. معنا الشاب الشجاع اللي ولات عنده شعبية هنا في المحمدية بسبب التبليغ عن الجريمة اللي اكتشفتي. اشرح للمشاهدين كيفاش حتى تفاجئتي بهذيك الجثة وهذوك الأشلاء. كنت سارح هذوك البهايم. صافي شوية دورت بحال هكا ويبان لي هذاك الراجل جاي. قال لي جاي هاز واحد خيشة في يديه. أييه. شويه ويخشاش باش فواحد الشجره ويعاود يجبدها. قلت هذا حسيتي بيه كيدير شي شوفات ماشي هي هذيك؟ حسيتي الوضع ماشي طبيعي؟ اييه كمل. قلت بانت ثقيله عليه شويه كيزه وكيحطها. اييه وقرب حدايا شويه ودا يجبد واحد خيش ديال البلاستيك. ميكات ديال البلاستيك بدا كيلوح طرف فوق وطرف فوق. اييه في اماكن متفرقه. اييه شويه ويقرب حدايا ويلوح واحد الميكا. ديك الميكا بقات باينه ليا. قلت هذا الراجل ما خليتش يمشي ونمشي نشوف هذيك الميكا. اييه اش فيها؟ قرب حدايا واحد المسافه قصيره. اييه ميت مصوري واحد الميكات. اييه طاحوا تما. وقف بقى واقف كيشوف فيهم. شويه دار بقى كيشوف فيا. صافي شويه ويمشي. ما هدكش بشي حاجه ولا شي حاجه؟ لا عنده شاف فيا. ملي طاحت هذيك الميكا واش بان لك فيها الاعضاء ديال جسم الانسان؟ كان بعيد مني. كان بعيد منك؟ تا خليته تا مشى لهاديك الشيء الباقي. هادشي كان في الصباح ولا في العشيه؟ مع ديك الجوج. الجوج؟ الجوج. صافي خليته تا مشى وانا مشيت دلبت هاديك الميكا بواحد العود. قال لي هذاك الشيء ريحه. شو انا نمشي نشوف هاديك الميكا اللي كانت لتحت. قلبتها بواحد الحجره ويش بان لي رجلي. عرفتي ديال البني ادم ديال الانسان. صافي وانا ندور بها نهود هود ويجي عند الاب ديالو. جيت عند الوالد ديالي قلت له باش طاري واش طاري كيفاش عرفتي الدري؟ وملي ملي عثرتي عليهم باش حسيتي؟ باش شنو اللي وقع لك؟ تاخذت ما ترددتيش انك ما تبلغش الشرطه؟ لا في وقت من الاوقات؟ لا ها يعني لا. قمتي بالواجب المواطنه ديالك وهو انك مشيتي جثه متراميه وخصوصا عرفتي بلي ربما ديال طفله نتي بلغتي. هذاك الانسان بحال خويا. هاد السيد هذا اللي شفتيه واش سبق لك كتشوفه في هذيك الاماكن مع انت ربما كتمشي لها مره؟ لا ما عمرني شفت. وشفتيه فين دخل؟ شفتي الدار اللي بقيتي متابع الخطوات ديالها؟ لا ماشي في الدار. في الدار ديالها؟ من شفتها مني الدار من ورا هذيك. شنو اللي كان لابس؟ كان لابس واحد التوني كحل. توني كحل. في سبعة اللور وواحد السروال. بلاتي. كيفاش تم التبليغ ملي عثرتي على ذيك الرجل ديال الجثة؟ عند الأب ديالو. كيفاش تميت تمت عملية التبليغ؟ هبط البهيم عند الأب ديالو. هنا. باش يبلغ عند الاب ديالو باش الاب ديالو باش يبلغ. مشيت عند الوالد قلتها لي وقال لي يلا يلا نمشيو نطلعو الذكرى عليهم فوق. صافي مشينا قلنا الشرطه. صافي مشيت وريتهم هذاك الشيء اللي شفت. نبغي نعرفوا المستوى الدراسي ديالك شنو اللي كتعمل بالضبط باش الجهات المسؤولين يشوفوا يعرفوا الناس اللي كتهضر لان الحشود اللي شفناها اليوم. واحد الحشود غفيره كلها ملي درنا مع التسجيل كلهم كيشكروا بغاو نعرفوا شنو بغاو نعرفوا المستوى الدراسي ديالك ونعرفوا تامنا ولا تامنا ما بقيتيش كتقرا. يلا 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 الحرفه ديالك اللي هو العمل في الخلاء هكا بكل صراحه تقولها للمشاهدين. ورغم ذلك رغم هذيك الحرفه ديالك اللي هي عشوائيه استطعتي انك تقوم بهذا العمل هذا. إذا شنو الطلب ديالك؟ ما عارف يعني البساطة كتخرج من هذا الشاب هذا. خديتي شي مكافأة في هذا العمل ديالك بكل صراحة؟ لا والو. ما خديتيش شي مكافأة؟ ما عطا والو ما خدا والو ما عندك شي إضافة بغيتي تقولها؟ إضافة هو شنو الرسالة ديالك اللي بغيتي تقول؟ الرسالة هو هذا المجرم الخطير هو
ياخذ الجزاء ديالو كما ياخذ الجزاء ديالو بانه هو راه باقي باقي ملي شاف هذيك الجثه باقي لدابا مصدوم دابا وبلي صراحه شي واحد باقي لدابا مصدوم لحد الان ما كنقدرش نعس كيتخايل ما كياكل ما كينعس باقي ما كترجعش لهذيك البلاصه لا ما باقي ما كترجعش ما كتجيش ترجع عليها ابدا ما كنتش في هذيك البلاصه كن كتفكرك ب لحمي كيبورج ليا ربما اي بلاصه كتبان لك ربما خلا كتحس انه ربما تبقى شي حاجه كيجي قد الاحساس هذا كيجيك غريب ها غريب شي غريب خاف كان صافي كان كنقول عاوتاني كيف كان النوم ديالك في اول ليله ملي اكتشفتي جاري الجوتا منعش 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 ما كان ما تغدى ما تعشى ما خليك معنا انت من العائله ديالو العم ديالو العم ديالو كيف شتي هذا البطوله ديال بصراحه بطوله كبيره بزاف لانه شاب وسيم وقام بواحد المجهود جبار بهذا الجريمه البشعه ما تفاجئتوش بهذا الشهامه ديالو تفاجئنا لان على حسب السن ديالو على حسب الوقت ديالو بانه باقي صغير وقام بواحد المجهود الجبار اللي قام به هذا الشاب هذا وقليل اللي قدروا يقوموا بهذه المساله هذه لانه ما نظنش ما نظنش غادي نرجعوا لك واحده ثانيه نبغيو نعرفوا الطريقه ديال التبليغ كيفاش قمتي بالتبليغ عليه؟ كيفاش اتصلتي؟ الوسيله ديال الاتصال الوسيله ديال الاتصال هبط البهيم وقال الاب ديالو الاب ديالو شدوا من الاب ديالو ودا عند البوليس قال لي مودي راني سارح شي بهيم وشفت واحد المجرم اللي هو هاز واحد الاكياس وكيس كبير وجاب كيلوح بالاطراف 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 لان هذا خلى حسبشه وجا قلب هذاك البلاستيك بان ليه يدو رجل هو يشد واحد الخوف كبير وجا هبط البهيم وبان الاب ديالو الاب ديالو شدو من اليد ديالو ودا عند البوليس بلغ اللي كان مستغربوا ليه هو كنا تنشكروا هاد الناس هادو اللي قايمين بهذا المجهود الجبار الصحافه هذا واجب هذا واجب, اللي قاموا بهاد الناس انه بصراحه قاموا بواحد المجهود جبار كبير بزاف كاع الصحافه هادو وثانيا كنضيف واحد السؤال للدوزيام بانه ما تبقاش تدير هذاك البرامج ديال اخطر مجرمين لانه هذا البرنامج هذا ديال اخطر مجرمين هو اللي سبب لهاد الناس اللي ولاو كيرتكبوا هاد الجرائم وهاد الجرائم خدوها من هذا البرنامج ديال اخطر مجرمين اشتقوا منها بعض المشاهد وظفوها في وظفوها وحسوها ولاو كيشجعوا ناس اخرين كيرتكبوا هذه الجريمه باش حتى هما يكونوا حتى هما باخطر مجرمين نضيفوا واحد السؤال اخير لهذا البطل هذا اللي قام به لانه رجال الامن هذا الانسان راه مرض واحد المرض نفساني وما عاونوه حتى بشي حاجه ما عاونوه لا بادويه لا بوقايه لا حتى شي حاجه طبعا كيف ما كنشوفوا الحاله المعنويه ديالو ماشي هي المعنويه ديالو انت كتشوف الحاله ديالو بانه صدم بقى لك ياكل لا كيشرب لا والو ما عاونوه لا رجال الامن لا السلطه المحليه لا السلطه القضائيه ما عاونوه حلا بالدواء ما عاونوه لا حتى شي حاجه حتى شي حاجه ما عاونوه بها شكرا شكرا على الكلمه ديالك وتحيه لهذا البطل هذا البطل شنو الكلمه اللي يمكن لك تقول البطل ديال المحمديه نقدروا نقولوا هو الشاب رقم واحد في 2012 في مدينه المحمديه نقدروا نقولوا هذا كل فزيخه هذا هو بطل المحمديه لو كل ما كانش هذا ما كانش غيتشد المجرم النهائي هذا الشاب هذا هو اللي شد الخيط الرفيع هذا هو الاساس لولا هذا ما كانت غتكون حتى شي حاجه كاع اذا تصفيقات حاره لهذا الشاب